السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في برنامج هنا مجد. اليوم راح نشوف فعاليات مدارس الصدارة الأهلية، تعالوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. كيف كان العيد معكم؟ الحمد لله، اليوم سوينا احتفالية بالعيد، كانت عبارة عن تجمع الطلاب في الساحة، وقمنا عديد من الفعاليات، منها الدماء والنطيطة والحلويات والعصيرات، مشاركة جميع الطلاب. كان في تجاوب تقريبا من جميع الطلاب ما شاء الله، الجميع كان متحمس، لاحظنا حماس الطلاب وفعالياتهم. طيب وش كان هدفكم؟ كان الهدف الأساسي هو احتفال بالعيد، العيد الفطر المبارك. حبينا ان احنا نكون مع بداية بعد نهاية الإجازة مباشرة نقيم الاحتفالية. الجميع كان موجود الحمد لله. الهدف كان الأساسي هو التآلف والترابط ومشاركة جميع الطلاب بالاحتفالية. شكرا، يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حلاوة أستاذ، كل عام وأنت بخير. الله يبارك فيك، وأنت بخير، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير صحيح السلامة. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. أنت بخير صحة سلامة. كل عام وأنت بخير صحة سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ طيب الحمد لله. كيف كانت عيدية المدرسة؟ حلو والله، انبسطنا مع المدرسين والزملاء وشكرا للمدرسة. طيب وين عيدت؟ في الرياض. طيب من تبي تهني شخص عيد معكم؟ أمي وأبوي. يعطيك العافية. عافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير. بصحة وسلامة. كيف فعاليات المدرسة؟ والله الحمد لله استأنسنا، ونشكر المدرسة أنهم قدموا لنا هذه الفعالية وانبسطنا وأكلنا وكذا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير. كيف كان العيد في المدرسة؟ الحمد لله زين، شكرا للمدرسة أنهم قدموا لنا هذه الفعالية. طيب وين عيدتوا؟ في الرياض. يعني طيب وش وين مع مين؟ مع أهلي.
شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وجميع شعب المملكة بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. وش اسمك استاذ؟ ياسر عليوة. نعم. السلام عليكم. استاذ محمد، عيدك مبارك. هلا يا حبيبي، شكرا لك. كيف العيد معك؟ والله العيد ممتاز. انت كيف العيد معك؟ الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير. ما شاء الله الحلويات هذه انت جايبها، ما شاء الله، بيض الله وجهك. وشكرا لك على اهتمامك الزايد بمعلمينك وزملائك، وهذا اللي دل على انك من افضل الطلاب عندنا، اللي مهتم في معلمينك ومهتم في زملائك. واشكرك يا ابني، لك جزيل الشكر انك مريتني في مكتبي. شكرا لك، بيض الله وجهك. هذا من ذوقك. يلا مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم؟ ماجد سالم سمان مطيري. كل عام وانت بخير. من علي العقيل. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. انت بخير. اسم الكريم؟ ودان. ودان عبد الرحمن غزي. ونعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. خذ هذا الحلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تفضح. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. السلام وانت بخير. ينعاد عليك بالصحة والعافية. تفضح. شلونك؟ الله يسلمك يا حبيبي. الله يا مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ طيب. الحمد لله طيب. كيف عيدية المدرسة معكم؟ الحمد لله كانت مرة حلوة واستأنسنا. طيب وين عيدتوا؟ عيدنا في الرياض. طيب من تهني من تهني الواحد مع العيد معك في العيد؟ أهلي. يعطيك العافية. كل عام وانتم بخير ومبسوط بالحفلة دي وإن شاء الله تعجبكم. كل عام وانتم بخير. عيد سعيد. السلام عليكم. إن شاء الله أنتم مبسوطين وأنا مبسوط. كل عام وأنت بخير. Thank you.
وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا معنا وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.